بسم الله الرحمن الرحيم، نشرة الأخبار من قناة سهيل، وفيها: قرارات رئاسية توحد الجيش وتنتصر للثورة، والثوار يعتبرونها خطوة في الطريق الصحيح. صحفيون وحقوقيون يطالبون بسرعة الإفراج عن الصحفي عبد الإله حيدر. أهلا بكم. أصدر رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي مساء أمس حزمة قرارات جمهورية بتقسيم مسرح العمليات العسكرية إلى 7 مناطق وتسمية قادتها وتشكيل قوات الاحتياط ومجلس استشاري عسكري. وعين رئيس الجمهورية القائد العسكري علي محسن الأحمر مستشارا عسكريا له لشؤون الأمن والدفاع، واستبعد أحمد صالح نجل المخلوع وعينه سفيرا لليمن فوق العادة في الإمارات العربية المتحدة. وقضت القرارات الجمهورية بتحويل معسكر الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة عامة وتعيين ملحقين عسكريين في الخارج. واستحدث الرئيس هادي منصب المفتش العام للجيش، وعين اللواء الركن محمد القاسم مفتشا عاما، كما عين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة وأربع مساعدين لوزير الدفاع، كما نصت عليه خطة هيكلة الجيش. وبهذه القرارات يدخل الجيش اليمني مرحلة جديدة هي الفصل الأخير من عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وإعادة بناء وتحديد مهامه في الحفاظ على سلامة البلد، بعد أن كانت عائلة المخلوع هي المسيطرة عليه طيلة 3 عقود. قال رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان إن قرارات الرئيس هادي خطوة في الطريق الصحيح انتظرها الشعب اليمني طويلا، وأكدت مصداقية الرئيس مع الشعب. وأشار شمسان إلى أن القرارات جاءت استجابة لمطالب الشعب، وقال: على القادة العسكريين المعينين تحمل مسؤولياتهم وبسط نفوذ الدولة على كافة مناطق الوطن. هذا وأعلن اللواء علي محسن صالح الأحمر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن تأييده الكامل لقرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاصة باستكمال عملية هيكلة الجيش. وبارك اللواء محسن في تصريح مقتضب للأخوة القادة والضباط المعينين في وزارة الدفاع والضباط القادة المعينين في المناطق العسكرية 7 والملحقين العسكريين على نيلهم ثقة القيادة السياسية، مؤكدا أن جميعهم من الكفاءات الوطنية التي ستعمل على حماية الوطن ومكتسباته. قال جمال بن عمر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن إن قرارات الرئيس هادي في تسمية المناطق العسكرية وتعيين قادتها خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها. وأشار إلى أن تلك القرارات تنسجم مع اتفاق نقل السلطة وقرارات مجلس الأمن، وتأتي ضمن خطوات شجاعة عدة اتخذها الرئيس لتعزيز مناخ الحوار الوطني. أوقد شباب الثورة شعلة الانتصار ليلة أمس في ساحة التغيير بمناسبة صدور القرارات الرئاسية بشأن توحيد الجيش، والتي اعتبرها شباب الثورة ثمرة من ثمار تضحياتهم المتواصلة لتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وتعهد شباب الثورة بمواصلة الحالة الثورية حتى استكمال كافة أهداف ثورة التغيير السلمية. هذا وقد انطلقت قبل قليل من الآن في جولة عصر بالعاصمة صنعاء مسيرة ثورية حشدة تأييدا لقرارات رئيس الجمهورية باعتبارها خطوة مهمة على طريق هيكلة الجيش وتحقيق أهم أهداف ثورة التغيير السلمية. نفذت نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمة حرية وحلف الفضول وقفة احتجاج تنديدا باستمرار اعتقال الصحفي عبد الإله حيدر شاع في سجن الأمن السياسي بصنعاء. وطالب الصحفيون والناشطون الحقوقيون رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بسرعة الإفراج عن الصحفي حيدر، والذي يقبع في سجن الأمن السياسي لأكثر من 2 عامين بتهم باطلة. وطالب المحتجون الرئيس هادي بالإيفاء عن وعده والقاضي بالإفراج عن الصحفي حيدر.
قتل شخص في اشتباكات شهدها محيط المجمع الحكومي في محافظة الضالع بين مسلحين وقوات الأمن بالمحافظة. وقالت مصادر محلية إن الشاب ذاكر الصبري من أبناء محافظة تعز لقي مصرعه إثر تعرضه لرصاصة طائشة أصابته في الرأس أثناء محاولته التعرف على طبيعة الاشتباكات الدائرة بين قوات الأمن ومسلحين يحاصرون مبنى المحافظة منذ أسبوع بحجة الضغط على السلطات لإطلاق سراح معتقلين على خلفية نشاطهم في الحراك. إحياء لأسبوع اليتيم العربي وتحت شعار من الاحتياج إلى الإنتاج، نظمت مؤسسة اليتيم التنموية فرع تعز مهرجانا بمناسبة افتتاح مركز تدريب وتأهيل الأيتام. برعاية من محافظ المحافظة بتعز، أقامت مؤسسة اليتيم التنموية مهرجانها الفني والخطابي بمناسبة افتتاح مركز تدريب وتأهيل الأيتام. الهدف من إنشاء المركز هو كيف نوجد أيتام فاعلين في المجتمع. شعار المؤسسة من الاحتياج إلى الإنتاج، هذا الشعار الرئيسي، يعني قصدي الذي نسعى نحن والمجتمع من خلال الشراكة في إخراج جيل قادر أن يكتسب وأن يعول أسرته من خلال مهنة معينة. المؤسسة حاليا تكفل 25 يتيم كفالة تدريبية. الكفالة التدريبية يعني بما يعادل 2000 ريال سعودي، قيمة الكفالة ما يعادل 2000 ريال سعودي للطالب الواحد. تسعى مؤسسة اليتيم التنموية بالسير باليتيم إلى أن يصبح نافعا لوطنه ومجتمعه، وليكون مؤهلا تأهيلا عاليا كل في مجال ميوله. وكنا نلاحظ أن اليتيم يصل إلى سن معينة وهي السن الخطيرة ويترك، فلا بد من رعايته في هذه السنة الخطيرة من سن 16 سنة إلى سن 20. فبرزت فكرة مؤسسة اليتيم واتخذ الشعار من الاحتياج إلى الإنتاج حتى تعيل اليتم حتى تجعله يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على نفسه. عندما يكرم المجتمع اليتيم تحل البركات وتنزل الخيرات، ويصبح هذا المجتمع متماسكا ومتحابا، ويصبح اليتيم فردا صالحا يؤدي واجبه نحو مجتمعه. نتوسل بعملنا هذا الصالح إلى أن يفرج الله عنا كل كرب، وعن العالم العربي والعالم الإسلامي كل كرب، إذا أخلصنا في تربية اليتامى والتفاني في إصلاحهم وتمكينهم من الأعمال. هذه مؤسسة تشكر لأنها نقلتهم الآن من طور إلى طور، الآن هم في كانوا في حاجة إلى العطاء، الآن في إنتاج يستعف ولا يمد يدهم ولا يمد أيديهم بسبب التدريب الذي سيكون بإذن الله سبحانه. المسرحيات والأفلام والأناشيد والكلمات المختلفة احتفلت باليتيم وجعلت يومه أحسن من أمسه ودعت إلى المزيد من الاهتمام به. خطوة كبيرة ومتقدمة من مؤسسة اليتيم التنموية بتعز بافتتاحها اليوم مركز تدريب وتأهيل الأيتام ليصبحوا نافعين لمجتمعهم، وبذلك تنتقل المؤسسة من الاحتياج إلى الإنتاج. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. نظم المنتدى العربي ندوة عن المغتربين اليمنيين وما يعنيهم من قرارات ظالمة وتعسفية بحقهم، واستمع خلال الندوة لعدد من الشهادات من المغتربين المرحلين خلال الأيام القليلة الماضية. وناقشت الندوة أوضاع المغتربين وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة في بلاد الاغتراب، ودعا المشاركون في الندوة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بالعمل على حفظ كرامة وحقوق المواطن اليمني.
تحت شعار علا لا يحده سقف ومجد لا تطاله يد، أقامت مؤسسة علا للمجد للتنمية حفل افتتاح نادي لك للسيدات، وتهدف المؤسسة إلى المساهمة في الحد من أمية المرأة اليمنية وتعليمها القرآن الكريم وإعداد جيل مبدع من خلال تنمية القدرات ومواهب الطفل والمساهمة في تفعيل دور الشابات في النهوض بواقع المجتمع. كما تسعى المؤسسة إلى النهوض بالمجتمع من خلال برامجها التنموية. في نهاية النشرة مشاهدين أعود وأذكر بأبرز العناوين. قرارات رئاسية توحد الجيش وتنتصر للثورة، والثوار يعتبرونها خطوة في الطريق الصحيح. صحفيون وحقوقيون يطالبون بسرعة الإفراج عن الصحفي عبد الإله حيدر. للمزيد مشاهدينا زوروا موقع القناة سهيل.net وكذلك صفحات القناة على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله.